الأربعة وتسعة دقائق على FM أحلى راديو العب يلا تجيكم انت وحتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الأنوار للناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك راديو FM ولا على شان FM TV على اليوتيوب. مع اتصال تونس معنا حد يروح متغش كالعادة، شعار بدينا به شعار إن شاء الله باش نواصلوا به طيلة الموسم إتوال 600 إتوال واحد دياز كودي وصلك للألف دينار، أي نعم ألف دينار كاش 3 ملايين على الديجيتال كل جمعة، والقرعة الكبرى إن شاء الله تكون أنت واحد من الفايزين اللي تسمعوا فينا 50 مليون كاش، أي نعم 50 مليون من إهداء اتصالات تونس. حلقة الاثنين 27 فيفري 2023، رجوع التحدي في بحث على الثأر، في بحث على الرد الاعتبار. عبد الحميد بن قياس اليوم معنا، ولكن الشرسة باش نبدا بها هي المرة ذي، خاطر عندها مساج قالت لي ماذا بيا تبدا بيانا في الساليو، خاطر عندي مساج نحب نقوله له من الدقيقة الأولانية. صابرين خليفة منصور، شنو حوالك ساعة؟ عسيمة وليد، عسيمة سي عبد الحميد، عسيمة إي إف إم اللي يسمع فينا الكل. عفيتي تقول تحدي، ما فماش تحدي، هو في الأخر فما رابح وخاسر، اللي هو معروف ديما شكون الرابح وديما شكون الخاسر، فهم معناه هذا هو المساج اللي حبيت تقوله. نرحب بالأسطورة، أسطورة الكوميديا، نرحب بالصديق والعزيز، نرحب بالقيدوم عبد الحميد بن قياس، ونخلي لك حق الرد. تعرف احنا في الصحافة والإعلام عنا حق الرد، دمه على خده عندك عندك حق الرد. نحييك ونحيي السادة المستمعين. أما ما تحيينيش، لا ما تقص علي. أنا نحييك ونعمل لك تعظيم سلام يا مسبوعة يا ماضية يا سنقرة يا موس يا لام يا حديدة. قصف عشوائي من الدقيقة الأولى. علاش ما فماش منافسة شريفة؟ ها مالاش فاهم يا شريفة فاضل الله يرحمها. شريفة فاضل الله يرحمها. منافسة شريفة كيفاه المهم؟ منافسة شريفة. هو توا خاطر جاي نربحوا ولا يقول لي مسبوعة؟ لا هو مش يقصد في المخرة. اي هو مش يقصد المسبوعة بمعنى المسبوعة، معناها يقصد يا ضعيفة الحجم هكا ولا معناها ماضية، معناها هذاك شنو يقصد هو؟ ضعيفة وتوجع. صحيح. اما هذاك ما نقعد نفسر له، شنو تحبني نعمل انا؟ ما نقعد نفسر له. به خلينا نشوفوا شكون معنا من المتبارين. نمشيو للولاية المهدية، سقيفة الكحلة، انصاف الهاني. شحوالك انصاف؟ مرحبا انصاف. شحوالك انصاف؟ نحوك لاباس انت؟ صحه بخير الله يخليك، محلاتك محلى جو، ربي فضلك يا انساف. شنو احوال الفراري؟ الحمد لله. انساف استاذه عربيه هكا ولا اي تخدم ولا في الدار؟ لا ما نخدمش. لا ما تخدمش ان شاء الله يا ربي يحرك اسبابها يا انساف ان شاء الله. سقيفه الكحله امورها واضحه. والله الحمد لله. انا يذل لي المدام غلطت في الوحده، مانيش في سقيفه كحله، بالضبط من السويس. السويس اي ما يقولوا تاب شرفني سقيفه كحله، مراني من السويس. اما اي ما هو الكل متابعين ولايه المهديه ولا غلط؟ كنا المهديه صحيح. هو توا ولات كلها تابع. اما السويسي راهم يرجعوا مثاليث هكا ولا مدام؟ ايوه مثاليث راهم ناس اشاوس وعند تحيه لهم، تحيه للمثاليث. به مدام انصاف نحبك حاضرة، نعرف قيلولة توا هكا بديت القيلة تسخن شوية. لا فايقة ملي كلمتوني سعيد جاء ما عادش نوم وما عادش اكاو. يلا ملا حضر لي روحك، ما تعلقش تليفون. نمشيو للحمامات، سي احمد بن عياد. شعورك سيد احمد؟ مرحبا سيد احمد، شعور احوالك؟ الحمد لله عايش. هاي به صحة بخير الحمد لله. مرحبا مرحبا. شنو المطرة متاع امس؟ ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله خير. ما زلت ناقص يا ودي. احمد ربي احمدوا ربي على غيركم، متوحشين ربي حتى الندوة مش تمطر ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحمنا. هاي سيد احمد مدام انصاف، سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع سي عبد الحميد بن قياس ولا مع صابرين
خليفة منصور. قبل ما نبدأ المباراة نحب نقدم تحية لصديقنا كمال الصحفي اللي تلقاه ديما ناشط على الديجيتال. كمال عوجي بعثنا اليوم يصور في كواليس العبيلة، تحية كبيرة ليه. يلا ريت صور كم فيك حتى انتم ما صوركم يزيب لي حبي. اخوي اخوي مسل من احد. شوف الصغر بيه نعدي ولا نعدي ولا مازلت عنده طموح وعنده في ريعان الشباب مش ريعان فاتت الريعان من غادي يلا دخلت في الربعان. مدام نصاف اي مدام نصاف حاضرة ولا لا يا مدام؟ مدام نصاف نعم حاضرة. حاضرة. 10 ثواني مدام نصاف، مطالبة انك تعطيني 3 اجابات صحيحة. السؤال يقول سمي لي 3 حاجات تعملهم اول ما تقوم الصباح. نغسل وجهي، نغسل سنيه، ناخذ نفطر. ملا مدام نصاف 3 اجابات صحيحة. نتعناك النفطر وليه وعجبتني تغسل سنيها. اي اي سنسيبيليزاسيون على الهيجين بوكو دونتير. وي معنا الدكتوره معنا هذا جواد ما شبيك كيفاه. قلت لك تغسل سنيها خمت فيها من الحاجات الاساسيه اللي تعملهم الصباح. لي حاجه باهيه ودايوغ الناس كلها تعملها بوغ ايفيتي المشاكل. هذا كانش يقول لك مضمض وبيت على الصيام. هذا باهي صح مضمض وبيت على الصيام باهي. في زوز ثواني ونص. برافو مدام نصاف. سيد احمد صديقي المأمورية كيف اللي صعبت شوية ولا برشا لازمك تعرف شنو نكمل. أنا السؤال عجاجة الإجابات العجل عجل عجل. يلا سيد أحمد السؤال يقول سمي لي 3 حاجات تعملهم نهار لحد. نمشي القهوة، نلعب سبور، نخرج القهوة. قهوة ماشي جاي على القهوة. يا قهوة تروف القهوة. ثلاثة إجابات صحيحة ولكن في 6 ثواني سيد أحمد. مدام نصاف كنت أسرع من سيد أحمد لك الكلمة. صابرين خليفة منصور وإلا سي عبد الحميد بن قيس. هاي وما الحقيقة الزوز محلاه وما شاء الله عليه. ما كيما باش نختار كيما قلت أنت نختار شريفة صابرين. الشرسه الشرسه ريت ولا ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله مربوحه. نتمنى لك كل خير. قال لك تختار الشرسه صابرين. اي سي توا في بالك من هنا فصاعدا الاسم الحركي. اي الاسم الحركي نتاعك الشرسه. اي الشرس الشراسه الشراسه. يلا صابرين مع مدام نصاف لا تيغريس. اي وسيد احمد مع سي عبد الحميد. نحب تحيه احمد كان باش تفيق لي للمدير التقني سي محمد علي بايو اللي جاي يراقب في المباراه تاع اليوم. عنده الحق. اي جاي يراقب مراقب مراقب المباراه. عنده الحق. عنده دراب ولا عنده انا باش نكلم سي محمد. اي يا سي محمد كان باش تصحصح وتفيق. سيد احمد سيد احمد صحصح وفيق. نشد معك الصف وكان باش تبدا تجبد للتالي راني ما نجمش. ايوا سيد احمد لاباس سيد احمد بستو مسكين. اي يعرفوا اللي يختار عبد الحميد يعرف يعرف به عبد الحميد. سيد احمد صابرين ومدام نصاف السؤال الاولويه والسرعه. هل الشراسه ستنتصر على الحكمه والا لا؟ السؤال يقول من شنو مشتقة كلمة يا نصيب؟ من نصيب من الحظ مانت. نصيب الحظ صحيح. برافو صابرين الشراسة تنتصر. هذه الحظ بالعجل يجري يجري. صابرين مدام نصاف 30 ثانية سؤال على نقطة. السؤال يقول أنا هي الدولة الوحيدة في العالم اللي عندها 3 عواصم. 3 عواصم الاقتراحات جنوب افريقيا نيوزيلندا وعلى كندا. عندك فكرة مدام مدام نصاف؟ أيه. عندك فكرة انا الدولة جنوب افريقيا هي حاطيني في بالي عندها 3 وفيت عندهم ديما خلافات سياسية وكل قبل سياسية. دونك فما كيب تاون وفما الاخرى استنى بريتوريا. اي وثلاثة جونسبورغ. ما شاء الله عليك جونسبورغ. به جواب نهائي ظهر لي و
واثقين من الإجابة ومتأكدين. وذا اللي سميت كيب تاون. كيب تاون بريتوريا. بريتوريا الثالثة. والثالثة شنية مدام نصاف؟ جوهانسبورغ. 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 أي. لا مش جوهانسبورغ. عجب. لا. تراه طلع حيش. بلوم. أي هو السؤال اللي جابه جاوبته بلوم. بلو. بلوم. بورغ. بلوم فونتين. لصق بورغ فين جات انت جات. بلوم فونتين هي الإجابة الثالثة. والله ما وهي العاصمة. صدقني. الثالثة من جوهانسبورغ. من جوهانسبورغ. برافو مدام نصاف. برافو. صحيحة. برافو. هما ثلاثة عواصم نتاع جنوب أفريقيا. برافو صابرين. وبرافو مدام نصاف. نقطة أولى وخطوة أولى للدور النهائي. سؤال الأولوية مرة أخرى. إن شاء الله الحكمة تنتصر. السؤال يقول ولا عم فطلام صعب لحمة. شنو اسم الدكتور حكيم؟ تقول لي ما طلعوش هذا حكيم يعطيني دودة. زهير القلال. زهير القلال صحيح. الله يرحمه. دكتور حكيم كان عنده كان عنده نصائح سمينة. هذا برنامج كان يجي قبل. اي نصائح دكتور حكيم. ومازال متواصل بصيغة أخرى. عمره ما توقف. كان ما تقعدش برشا في الشمس خاطر درشين. هذيك نكتة. هذيك نكتة. حل في الجدار في الجبر. وصلوا يعملوا في نكت معاه. الله يرحمه وينعمه. به عبد الحميد بن قياس سيد أحمد. هل استيقظت يا سيد أحمد من السبات؟ لا اسأل ورجعش من القهوة. رجعتش من القهوة يا سيد أحمد. رجعت من القهوة. به سيد أحمد عبد الحميد. عبد الحميد مطالب بالتدارك. مطالب بالنقطة التعادل. السؤال يقول 30 ثانية سيد أحمد. شكون قامت بدور كليوباترا؟ الاقتراحات أنجيلا لانسبوري وإلا إليزابيث تايلور ولا ميغ فوستر. هاي سيدي خويا عندك عبد الحميد. تيزي بس يا عبد الحميد. نور انت متكي وانا نحارب. اي استعان صديق ما عاوني. اي واش صعيب علي شكون مثلت شكون مثلت دور كليوباترا. كليوباترا المعروف المعروف معروف جدا جدا اللي هي إليزابيث تايلور. هذا اللي معروف. اي دومينك على خاطر هو ما يعرفش مسكين. لا بخاطر نظر دومين. اما تبقى لعبوه الدور لعبوه برشا ممثلات اخرين. اما هي شهرت به الان تقريبا في الستينات هكا تلعب الدور هذايا بتاع كليوباترا. به انا معك يا عبد الحميد. معايا مرحبا. ما عندكش خيار. الجواب الجواب نهائي إليزابيث تايلور. هكا شكون اللي قامت بدور كليوباترا من بين الاقتراحات؟ كانت موجودة إليزابيث تايلور، أنجيلا لانسبوري وإلا ميغ فوستر. اخترتوا إليزابيث تايلور والإجابة صحيحة. برافو عبد الحميد. هي كانت عندها تربية ليز تايلور. ليز تايلور. ليز تايلور. بالتربيجة يعرف مش مسحاب. أيوة كرامة بعضها. في بالك عبد الحميد عنده تصويرة مع صبوحة في بالك ولا؟ صبوحة وما أدراك. صبوحة اللي معناها راو يعني هذا هو كان عاش الله يرحمه عمره قرنه 160 راي عودة عرس. وكان من المفروض تصير زيجة بيناتهم. اي عجيب بيناتكم. ما كتبش يعني عبد الحميد المرأة مشيت الله يرحمها. الله يرحمها. وانت تعرف مول وانت في كيفالي هذي هكا بالصباع الكبير ولا طزة. لا مش طزة اربع 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 طزة. الله يرحمها. مرأة طيبة ياسر وبحبوحة. عبد الحميد كانت جميلة جميلة. والله كانت جميلة. والله فارقة. عجب. والله فارقة. انت كريتها قديش عمرها وقتك قبل؟ ايش بثمانين. سمايل بتاع الجمال. ما يغيبوش. شوي انت كي قبلت عمرها؟ ايش بسبعين ولا ايش بثمانين. كبيرة كبيرة من جديد. وقلت عليها مزيانة. وي زين راهو يبقى السمايل بتاعه حتى بعد سنين.
شبوبيه لافار تاع شبوبيه تبقى تو كيما نادي لطفي. كيما نادي لطفي تو الله يرحمها تو بنتنا هذه لو كان تكبر وربي يطول في عمرها في الخير وتوصل للتسعين ما تقليش تعقليش بالجمال ولا ما 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 تجيش بالك شكون بعد اعطيني حق الرد بعد نعطيك حق اسمع لنا في حقوق رد ولا تحب تعمل حق الرد نمشي البرهان بسيس به نقطة نقطة تعادل عادل بين صابرين عبد الحميد وبين مدام انصاف وسيد احمد سؤال اللي باش يفصل المباراة الأولوية يا عبد الحميد السرعة مطلوبة السؤال يقول لك كل واحد عقله في راسه عقله في راسه وفي الوقت شنو والله ما فهمتك كل واحد عقله مال على شنو نزلت على البزر نزلك هيك برا ماشي باه انت ترى تعرفها ولا ما نعرفش دوك ما نزلتش تو سامبلومون كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص معروف عقله لا. في راسه يعرف خلاص لا انا بالمصري ما نعرفش الحق ما نمش عليك مش مشكل بس خويا يعرف خلاص صحيح ما نعطيها مش انا نزلت صغير بتاعنا عطيت هنا على شيء طبق من ذهب المخسي شيء دور براني 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 نجموش نجموش هذا فول وطعميه دور فول وطعميه اللي في خلاص ويرجع في خلاص اللي يعرف اللي عقله في راسه اللي عقله مهمشني عبد الحميد اللي عقله في راسه ويعرف خلاص معناها اللي يبدا عنده الحكمه اللي يبدأ عنده الحكمة هكا علي من قلة الأمثلة الشعبية في تونس وليتوا تستوردونا من مصر حابين نبدل صابرين ملا ضربة ملا سنقرة شوف علاش في إطار التفتح صحيح التفتح من هكا عرفتها محسوب ما عرفتهاش اللي تعلمت حاجة جديدة التفتح الثقافي ذيك هكا ولا الانفتاح 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 ما حبتها هي تفتح تلاقح الحضارات الثقافية تلاقح حضارات ثقافية انت على بالك اللي ثم ثم واحد من ملوك مصر من فرعة مصر اصله بربري ولا لا عجيب كان يسمعوك لمصارو يا عبد الحميد لا لا هذا موثق وموجود تاريخي عجيب ولك علاش نحتفلوا بالسنة الامازيغية 1900 شنو هي وقت اعتلاء الملك تشانغ در شنو البربري عرش الـ 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 الدولة الفرعونية مناش تشايش يا طفل رانا رد بالك التاريخ الكل تلقاه عند عبد الحميد من جميع يلا مدام انصاف صابرين الحال معلومة عندكم قاسم مشترك اللي انتم الزوز من ولاية المهدية اسألنا على البحر على الحوت حاجات ما نعرفش حاضرة مدام انصاف حاضرة حاضرة نقطة توصلك للدور النهائي السؤال يقول له. شنو كانت هدية أسبوعي العزة في عيد الحب الاقتراحات لصابرين شوكولاتة وردة ميزان تتفرج فيها الحلقة 10 مرات حفظتها معناتها زيدة معاك مدام انصاف والله ما تعبش جملة دونك فيك ما نتفكرهش باش نتابع مدام انصاف شنو ال ميزان مدام انصاف تفرجت فيها والا تفرجت عليها 10 مرات قلت لك الحلقه معناها 10 مرات حافظه حتى جينيك انا باش تدخل لك زاد الميزان قداش ميزان باش توزن روحها معناها باش تعمل ريجيم ليه هو اسبوعي العزة ما فهمت شيء صار انت هو ديما وين يطبها يعميها مسكين اي الحمد لله جات معك مدام انصاف مدام انصاف شنو كانت هدية اسبوعي العزة في عيد الحب بين شوكولاتة وردة ميزان اخترتوا ميزان والاجابة صحيحة مبروك عليك الدور النهائي مدام انصاف نتلقاه بعد شوية مدام انصاف سيد احمد كيف كيف مبروك عليك بوندا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس سيد احمد قانون اللعبة ونخلي لك كلمة الختام صديقي على شكون تحب تسلم اي نسلم مع سي عبد الحميد وعلي كنسي وعلى كيف كيف اللي معاكم يعيشك يا سيد احمد وان شاء الله ربي معكم يعيشك يا سيد احمد ميرسي بوكو نسلم عليك برشا على اهالينا الكل في الحمامات مبروك عليك البوندا قيمته 100 دينار من هدايا اتصال تونس اتوال 600 اتوال 1 دياز كود يوصلك ل 50 مليون كاش تفتح صغير مع البيب رجعينا
او 29 دقيقة على FM احلى راديو. مازلنا وصلنا معكم حتى للخمسة متاع العشية. اتوال 600 اتوال واحد دياز كود يوصلك للالف دينار كان تكون واحد من المتبارين اللي بش يشاركوا معنا في اللايف. روندا اولى تنتصر فيها الشراسة على الحكمة، تنتصر فيها صابرين خليفة منصور على سي عبد الحميد بن قياس. بن قياس اليوم القيدوم. عبد الحميد فما كومنتير جاني من عند مستمعة، قالت لي بربي نحب نسأل سي عبد الحميد خير ان شاء الله، خاطر احنا استانسنا والتوانسة الكل استانسوا انه عبد الحميد قياس. قالت لي البن علاش تزيد فيها؟ لا نزيدوها. قلت لها والله يا صديقتي انا المعلومه اللي عندي اي نعم بن قياس، وباش نخلي عبد الحميد يصحح وتقعد ديما بن، ولو ساعه ساعه تطيح ما ترجع ديما بن. دونك انا صحيح. انت صحيح طبعا. صحيت عبد الحميد، شكرا عبد الحميد. والغزول شو اسمه هذه، قلت شو اسمه؟ صابرين خليفه منصور. صابرين خليفه منصور ال ثاني. خليفة منصور تحس اسمها تركي عثماني. لا لا لا. خليجي. عندي اللقب وما عنديش الفلوس. خليجي قالت لك عندها اللقب وما عندهاش الفلوس. شو بكش عندكم ورث غادي كيما عندك كيما عندك الهبال وما عندكش المال. مشالوا الهبال، مشالوا المال قعدوا الهبال، هذيك يقولوها كيكا هكا. مازال ما جانيش المال. نجم نشوف شكون معنا في روضه ثانيه. الحمد لله ما كانش تقعدوا تتناقروا هكا كي الكنا وحماتها. تتناقروا اكبر من بوها تنزي عزيزه تتناقروا غير شنو في بالي. شوف شوف عبد الحميد في المباريات راهم فماش عمر، معناها تخيل انت ما نعرفش انا طارق ثابت في تمكو كي عظم شو اسمه هذاك في كاس العالم قالوا راني انا اكبر من معظمه كها، ومعناها ساري في المباريات في المنافسه راه ما فيهاش، معناها لازم تتحمل معناها صديقي يلا غالب. ايوه ولكن انا متحملين الجنان خبزه مر وليتر مر في الخبز شمشم جايب ليك بنتي. وانت زاد ما نقص شويه حتى انت عندك وقر يا بنتي وقر. واحد عندك البروفوكاسيون وغزرنا كيف ما تتلفتش معني عندها كي نمس صحيح. يلا نمشي لولاية صفاقس. أستاذ التعليم ابتدائي معني معلمة مدام أمال ثلجاني. شعبك مدام أمال؟ شعبك مدام أمال؟ الحمد لله. عايشك شحالكم انتم؟ أنا بيت الحمد لله. والله الحمد لله. أنت معلمة معني؟ أي تقري ولا ليه؟ أي نقري. معناها معلمة ابتدائي من السنة أولى للسنة السادسة هكا ولا؟ إيه. بيت لمثلك فانا قصة فانا مرحلة. السنة الخامسة. السنة الخامسة، كبروا معناها عزاب تبارك الله وصبايا. تعرف اللي حتى في التعليم الابتدائي ثم رتبة أستاذ ولا؟ أي فما هاي قالت لك أستاذة، أستاذة عندك رتبة أستاذة هكا ولا؟ إيه. عندها رتبة أستاذة وتقري في التعليم الابتدائي. ما احنا استنسنا معلمة معناها معلمتي أنيستي أنيستي عايز كل من علمك حرف اسمه معلم وبقدر هذا الأستاذ والدكتور وما كذا. إي ما احنا المعلم ديما شو هو المعلم قبل كان وإن شاء الله مازال هو المربي راهو معناها اللي نعديه في القسم اكثر من نعديه في ديارنا اكيد. الوالدين نشوفهم ظهر لي ساعتين ثلاثه سوايع هما بيدهم يروحوا من الخدمه تعبين يرقدوا، لكن المعلم هو اللي تعدي معاه نهارك، هو اللي يعرف العمايل نتاعك، هو يمكن يعرف طبيعتك اكثر من داركم، هو يسقي المواهبك، هو اللي يكتشف مواهبك. صحيح. وربي يعطيهم القوه والصبر بالحق مع الجين الجديد هذايا. بسم الله المين على الستار. ريت ماي مشتر عندي. ها عندك صحيت عندك كنت بركة ممتازة الله. في المدرسة لولا في المدرسة لولا في الكوليج كيف مشيت ليسي بديت نوخر شوي. قديش وليت في الرتبة توخر في الرتبة قديش وليت؟ وليت الثالثة الرابعة. وتغششت راك بيان سور. شوف شنعطيك معلومة عبد الحميد هذايا ما كجمعت 12 17 18 19 فهمت كي ما تجيبهمش 19 تمرض يشحبوا معناها ما عندي النوامر هذوك كنت تعمل ديبرسيون ك 11 و 12 والله خذيت مرة 15 ونص في التاريخ نبكي تبكي. وهذا مثل خايب ياسر. اي نعرف بالنسبه نعرف. للشبيبه والصغار مثل خايب ياسر. اقرب شويه الميكرو عبد الحميد. حب الامتياز والتفوز بالاعداد الكبيره هذا يصبح هو حاجه يزرعوها لي بارون راهو فينا مش يصبح حاله مرضيه. يصبح حاله مرضيه ويصبح التلميذ مجرد ببغاء مش هكا سيدتي المعلمه الاستاذه امال. معناها من فرط الحب التفوق تولي حاله مرضيه
وينجم الصغير يصاب بالاكتئاب. لا عايز نقول لك حاجه عبد الحميد، هو ان شاء الله الوالدين تو اللي يسمعوا فينا وكذا، نحيو حاجه بركه هي المقارنة. فوالا كان فما حاجه هردت الـ 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 الشبيبه هي المقارنه. شبي ولد عمتك جاب 19 وانت جبت 14، ومن بعد راوك يكبروا تلقى ولد عمته ما عمل شيء في حياته وكل جاب 12 ولا 13 ولا حتى 9 راهو. نعم. معناها ماهيش ريفيرونس، راهو التعليم هو وسيله. لا لا لا، هو حاجه لازمه وحاجه ضروريه، راهي المطالعه حاجه لازمه وحاجه ضروريه، هي باش تحل المخ، باش تحل، باش تولي تعرف تخمم، باش تولي كيما الاخر قال لي احنا تو نستعملوا في كومبا ولا بركار ولا منقله اون فيت المات ولا الفلسفه ولا اللوجيك صحيح ولا اللغات ولا هما تولي تعمل ريزونمون في الحياه العاديه، تولي مخك مفتح، تولي تعرف كلمه المنطق، تعرف كلمه المنطق، تعرف كلمه تعرف لو سافوار فيفر، تعرف لو سافوار فير، هذه كل بالقرايه وبالعلم. اما احنا عندنا مشكله في عوض نشدوا الصغير نتاعنا ونشوف اش عنده كما قال عبد الحميد، اش عنده مواهب، اش عنده خاطر كل واحد ربي يعطيه حاجه في حياته، كل واحد ربي يعطيه اتو، يا تفيق بيه وتستغله يا تتعدى بجنبه، تتعدى بجنبه محل وتكون معناها فلته من فلاتات الدهر. دونك المقارنه هي المقارنه. هاي. انا الحقيقه كي كانوا يعملوا لي مقارنه، كل واحد يعملوا لي معاه مقارنه نفرح به من بعد. هذاك ما يقولوا لي شبيه خير منك. لازم نفرح بيها، كنعنقوا برشا ونحبوا برشا. يلا المتباري نتاعنا الاولاني مدام امال، المتباري الثاني نمشيو لحي النصر تونس، سي بليغ الجويني. شاوك سي بليغ؟ مرحبا مرحبا، اهلا استاذ بليغ. لاباس سي بليغ؟ تحياتي ليك وليد، تحياتي للجميله صابرين. جميله أو خديت حق الرد نتاعها انا تو. يعيشك ميرسي. عملوا لي حلبه وقول. صحيح المدقيقه الاولى ماخذ المنطلق. المدقيقه الاولى سي بليغ. متسرح زين. راني مظلومه، حس بيا مظلومه في وسط. خلي بكش يقول كلمه خير ترى. اي كمل لي. تحيه زاده لسره البلاد انا عيط له سي عبد الحميد. لا خويا برشا، لحظه. شعر ولا؟ لا خويا شيء كبير. قاري قرايه. هذا لازم يجي يعمل اونتروتيان في افام. بليغ قال لك سرة البلاد، وعجبتني سرة البلاد. بليغ بليغ بليغ، شو كيف تحول، شو كيف تحول، شو كيف تحول. يا خويا عبد الحميد ما شاء الله من لي بيلي في التمثيل التونسي ما شاء الله. انا واحد من الناس كبرت عليه، الناس الكل ما فماش واحد تونسي ما يعرفش تي عبد الحميد، يا كان في المسرح ولا في المسلسلات التونسية. الله يبارك فيك. فماش اكثر من هال قصيده المدح. والله اني قال جميله وتعدى، وشوف انت غارت غارت حتى يا رسول الله قالوا فيها اربع جمل غير تحسب فيهم. قال لي جميله كهو ندي من ندك. وبليس قال عليها جميلة. باش نخدم في حياتي باش كي نكبر يوليو يعملوا لي شعر من ثلاثة أسطر وأربعة أسطر. هذه هي النورمال موغل بالكبير. انت انسبيراسيون لا يا انا عرفت انا وليت عباره ما عادش منشط، انا وليت عسكر الحريقه تعرفوهم تاع قبل مش حمام مدني، عسكر الحريقه برعايه العسكر الحريقه. حشيك حشيك. لا لا دعوه للمعجبين بربي شوية إطراء حتى بالكتيبة. ملسولها طفلة في حاجة راهي. به أمال بليغ بليغ حاضرين؟ حاضرين. به مدام أمال نبدأ بك أنت كالعادة، سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني، اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يكون الفريق نتاعو لا صابرين خليفة منصور ولا عبد الحميد بن قياس. نبدأ بك أنت مدام أمال، السؤال يقول سمي لي ثلاثة حاجات سومها أقل من 5000. دبوزة ماء، دبوزة جزوزة، كعيقر. ثالثة شنية؟ يغرطة. ثلاثة إجابات صحيحة، برافو أمال. يلا بليغ. نعم. بليغ في قدم الثانية أمال في 4 ثواني، 4 ثواني أمال. بليغ اسمك على بليغ حمدي راهو ما أدراك. أي. الوالد والوالدة ما شاء الله مغرومين كانوا. بليغ حمدي خويا ماك تعرف شنو موسيقار عظيم الحان خالدة إلى اليوم يا صديقي. وي
هو اللي عاش قصة حب مع أم كلثوم؟ لا، مع وردة. مع وردة، مع وردة. هو عاشهم الكل حتى مع وردة. هو عشاق. لا، في بالي أم كلثوم زاد فما في بالي. عشاق، عشاق. هو ماهوش في المد أكبر منه مرشا أم كلثوم. أنا باش نكون بليغ حمدي، مي عشاق وردة، حب الحياة وتزوجها. اي في بالي، في بالي. وفي الاخر ثم اغنيه مشهوره بعد ما بعد ورا بعضهم كتبها، معناها فيها برشا دموع وفيها برشا وجيعه. اي اما ام كلثوم شكون اللي احمد رامي؟ احمد رامي، احمد رامي، والقصبجي، القصبجي نتاع العود، يضرب على العود. اي هذوك متيمون، المتيمون، المتيمون. به مدام أميل، دونك 4 ثواني 3 إجابات صحيحة. بليغ حاضر؟ حاضر. يلا بليغ، يلزمك تجاوب في أقل من 4 ثواني. السؤال يقول: سميلي 3 حاجات سومها أكثر من 100 دينار. كرهبة، دار، فيلا. 3 إجابات صحيحة في 3 ثواني. برافو، أحسنت يا بليغ، كنت أسرع من مدام أمل. لك الاختيار يا صديقي، عبد الحميد بن قياس وإلا صابرين خليفة منصور. عبد الحميد بن قياس، مع احتراماتي وصابرين الجميلة. مسيلش. مع احتراماتي والصابرين الجميلة، ولكن انت مش تندم. قل له كلمة حلوة، قال لك كلمة حلوة، قال لك صابرين الجميلة، وقل له شكرا على الإطراء. شكرا على هذا الإطراء، ولكنك ستندم. ولكنك ستندم. ما تصور شو التهديد هذا؟ خليها عبد الحميد، ما يتكذب الغطاس. بليغ مع عبد الحميد، صابرين مع أمال. ننطلق في سؤال الأولوية، البزر عبد الحميد، صابرين سؤال يقول: شنو هو اسم مقبرة بيات تونس؟ تربة البي. تربة البي، جواب صحيح. برافو عبد الحميد. تعرفها وين عبد الحميد تربة البي؟ في حتى الاسم، ولا اسمه نهج تربة البي. تربة البي، نهج تربة البي. قال لك عملوها شوية ترميم ودشنتها رئيسة الوزراء. خاطر الحقيقة معلم تاريخي، معناها نورمالمون الحقيقة، يعني أنا ساعات قبل كنت عادة من غاديكا، بماني أنا حومتي بالخضرة والحومة العربي. قلبك يوجعك عبد الحميد، رو عنا راي المدينة العتيقة بما معناه المدينة كاملة، من البيبان لل راو. كان جاء عنا الحقيقة، كان جاء عنا ميزانية للترميم بالحق. نورمال مو كل ديارة ذوكم، وكل فيونس هذاك، وكل الدنيا، وكل شوف المدن التونسية كلها إجمالا. المدن العتيقة في جمهورية تونس كلهم فيهم جمال ولا يوصف. الحاجة الفرق الوحيد هو كتلقى ديميسان مثلا يحطوا الصوارد في الكورة، يحطوا الفلوس، يحط الجمعية، لو كان ثم جزء منهم يحطوا الفلوس على ترميم المدن متاعنا، اللي هما كنز ثقافي كبير ياسر. معناها مش حكاية دول، راي راي الأشياء هذه يقوم بها الخواص. ونقول لك حتى في تاريخيا، في تاريخ تونس القديم قديم قديم، شكون بدا المسارح الرومانية؟ بالك الدولة الرومانية ولا لا؟ هما ديميسان، ديميسان، ناس عندها فلوس تحب تهدي فرحة للشعب. من جملة الفرحات هي هذه. وزادة راو إيجا نتفقوا في حاجة، زادة ما تنسيش عندك البيروقراطية يا صديقي العزيز. معناها راك جيت من الصحيت ولازم تشاور، ويلزم 600 رخصة و700 زادة، هذيك ما تنسيش. وهذيك من الحاجات اللي يلزمهم الديار وهالمعالم التاريخية وهالبيبان وهالقويس وهال. راو نعطيك معلومة، أنا في بالك معناها عشت براتيكمون 28 سنة في باب الخضرة، حومتي واعتز بها. عمري ما دخلت للقوس، ما كنتش نعرفه. معناها ندخلوا في القوس، نتعدى يا القوس يخرجك على ليسي جذباب وترونجا وما تبع ذلك، والا القوس الثاني يخرجك على الحفير وسوق بالخير وكذا. ايبا مره نصوروا في دوكيومونتير، طلعنا للقوس. ساعة باش تدخل للقوس يلزمك تتعدى على جامع براك الجمال، خاطر ما عندوش اونتري، يلزمك تدخل كان من جامع براك الجمال من فوق. اكتشفت انه فيه مدينة القوس، القوس بيدو، قويس باب الخضرة فيهم مدينة من داخل الدروج
القوس هذاك في وسطه تنجم تمشي تتحرك في وسطه. سي رومبار القوس. سي رومبار. هذاك الباب. يرتع فيه القوس كان هذاك نسميه السور البراني نتاع تونس. السور البراني. اي كان مطوق مدينة تونس كان. الدنيا الدنيا هذاك راهو احنا ظهر لي بعدنا على ليميسيون دو جو مشينا ليميسيون. لا ما فيها باس ما فيها باس. صحيت. فتح الأقواس على الأقواس حاجة هيليس. صحيت فتح الأقواس على الأقواس. به دونك رجعوا لي بربي عطيني دخلت في الحومه العربي تخمرت انا ماني نتخمر البزر بين عبد الحميد وصابرين سؤال الاول مريت تخربصت خويا اش نعملوا الحومه العربي راهي تمهمش عبد الحميد خذيت الاولويه دونك جاوبت على تربه البي اسم مقبره البيات انت معاك سي بليغ نعم سي عبد الحميد سؤال النقطه الاولى 30 ثانيه السؤال يقول شكون أول لاعب تونسي ياخذ ورقة صفراء الاقتراحات طارق ذياب مختار ذويب ولا علي الكعبي معناها تقصد في المونديال في عندي فكرة وشفتها الحكاية في المونديال هذية هذية قاعدة علامة تزين في جبين طارق ذياب كان هو أول عربي ياخذ الكرتون جون ضد ألمانيا به وباش تقعد في التاريخ باش تقعد باش تتبعوا ولا عندك رايح عندي ثقه فيه خاطر انا الحقيقه ما حضرتش عليهم الا في تسجيلات الحقيقه دونك نصور الاجابه تكون صحيحه نتاع طارق ذياب اول لاعب تونسي ياخذ ورقه صفراء بين طارق ذياب مختار ذويب علي الكعبي عبد الحميد قال طارق ذياب ضد المانيا مونديال 78 تحديدا في الدقيقه 68 جواب صحيح برافو عبد الحميد برافو بليغ نقطة أولى وهو هكا يكون صاحب أول بطاقة صفراء عربية في المونديال أيوة. هذا ما يمنعش لطارق ذياب أسطورة في كرة القدم تحية كبيرة ليه طارق ذياب به نقطة صفر من النقاط لصابرين سؤال بوزور مرة أخرى السؤال يقول شنو تعني كلمة أبركا دبرا تعويذة تلامس بالك تشقليبة تلامس حاب تقول تلامس هي تعويذة تعويذة جواب صحيح برافو صابرين مدام أمال أي مدام أمال مطالبة بتعديل النتيجة 30 ثانية السؤال يقول قديش مدة أطول حلقة من برنامج حواري وفق الموقع الإلكتروني لجائزة جينيس الاقتراحات 70 ساعة 49 ساعة و 26 دقيقة 21 ساعة و 48 دقيقة عندك فكرة؟ لا عندك نعرفها الحكاية الميسيون أما نسيت قديش قعدت الميسيون اسمها From Syria with Love تعديت جيبوا فيها برشا اما للوقت في بالي برشا قعدت اكثر من 3 ايام عاود السؤال بكش عندها راي اخر هي 70 ساعه جو بونس اكثر من 3 ايام قعدت به مدام امال باهي ما باش تبعها ولا لا باش تبعها قديش مدة أطول حلقة من برنامج حواري وفق الموقع الإلكتروني لجائزة جينيس بين 70 ساعة 49 ساعة 26 دقيقة 21 ساعة و 48 دقيقة اخترتوا 70 ساعة فما مرة جعفر القاسمي ده اللي حب يعمل 48 نون ستوب من البث المباشر ده اللي عملناها وقتها في FM تنثبت منها في بالي عملها جعفر ما خلطناش حطمنا الرقم القياسي في FM نتذكر هكا صابرين يعطيك صحة جواب صحيح 70 ساعة 70 ساعة تعديت من بين 18 و 21 نوفمبر 2014 جواب from صحيح. Syria with love from Syria with love جواب صحيح برافو صابرين نقطة التعادل ما عادش عندنا برشا توقيت 1-1 سؤال الأولوية سؤال اللي باش يفصل المباراة السؤال يقول شنو الاسم الاول للاعب بيكي جيرالد لحظه جيرالد لحظه جي اي لا جي او جيرالد يما جيرالد يا جيرالد جيرالد
الجيران الجرود وكلها جبت تشيلك هو انت قلت جيرالد جيراد بدي لا احنا سمعنا جيرالد لا جيراد شي نعرفو مو هو جيرارد جيرارد لا نفسها ماشي نفسها كلش غالطة ماشي نفسها غالطة غالطة شنو نفسها نفسها نو بروبر شنو هذا يقول احنا في كل بلاد تنطق بفاسا لا انت زدت ال ناحيه الار انت قلت جيرالد جيرالد اكلك منين يا بطه يلا ما عندي برشا توقيت عبد الحميد ما زلنا فينال كامل راهو بليغ عبد الحميد تعاقبت صابرين اللي جابها غلطه عبد الحميد بليغ السؤال يقول شنو هو المكون اللي تم استبعاده مؤخرا من المطاعم الإيطالية في بريطانيا الريستورانات في الإيطالية في بريطانيا ما عادش يستعملوه الاقتراحات الطماطم الكريم فريش ولا الجبن صديقي عندك فكرة شنو هو الشيء اللي استعملوه شنو ما عندك شيء انا منين نمشي نجيب لك عندك شي فكرة شنو هو الحاجة اللي نحاوها من الريستورانات في انجلترا الطماطم ولا الكريم فريش ولا الجبن كنا نعملوها احنا بك شوية لوجيك نقولوا احنا خاطر زعما تقشف شنجم تكون زعما يا عبد الحميد ماش عندي برشا توقيت نقولوا جبن يلا بليغ طماطم كريم فريش ولا جبن نمشي مع سي عبد الحميد نقولوا جبن جاوبني جبن حسب لك التحليل قلت لك يا عبد الحميد شنو الحاجه اللي تاكل برشا ماء كريم فريش الطماطم كريم فريش تاكل برشا ماء الطماطم تاكل برشا ماء الطماطم تاكل برشا ماء الطماطم برشا ماء وانت مشيت في التوجه الاولاني شطر التوجه صحيح يقول سياسه التقشف صحيح ولكن هي الطماطم مش الجبن ساعة اول حاجه الحمد لله النص الثاني ما فهمتش علاش خليت الطماطم اللي تاكل برشا ماء ومشيت بون هما على خاطر سومها غالي سومها غالي خاطرها كيما قلت انت اي مالا كيفاش طيب من غير طماطم به ما عادش عندنا برشا توقيت عايشكم كيستيون باراج نمشيو للسؤال اللي بيفصل المباراه اذا كان واحد من الكرونيكر خذ الاولويه المتبري اللي معاه جاوب صحيح مبروك عليه الدور النهائي جاوب غلط اوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز السؤال يقول لك شنو اسم المعدنوس بالعربية؟ البقدونس جواب صحيح يا بليغ البقدونس بليغ مبروك 30 ثانية أخرى ولكن صديقي مش كل مرة تسلم الجرة جاوب غلط أوتوماتيكمون مادام أمال تتعدل الدور النهائي عبد الحميد ما عادش عندي برشا توقيت 30 ثانية السؤال يقول شنو الاسم الحقيقي للفنانة نعمة؟ الاقتراحات حليمة بالشيخ دلندا الخضراوي ولا بي الرحال حليمة أنا نعرف حليمة بي هي عليا دلندا حليمة نعرف اسمها حليمة يلا بليغ باش تتبع عبد الحميد باش نتبع عبد الحميد اي شنو هو اسم الحقيقي للفنانة نعمة بن حليمة بن الشيخ دلندا الخضراوي باي الرحال اخترت حليمة بالشيخ جواب صحيح برافو عبد الحميد مبروك عليك بليغ الدور النهائي نتلقاو بعد شوية صديقي مدام أمال انت زادة مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من أداة اتصالات تونس مبروك عليك مدام أمال نسلم عليك برشا مدام أمال بالتوفيق تحية كبيرة ليك ولأهالينا في ولاية صفاقس احنا مازلنا واصلين حتى الخمسة متاع العشية بعد شوية دور نهائي بين مدام إنصاف وبليغ إتوال 600 إتوال واحد دي اس كود يوصلك لثلاثة ملايين على الديجيتال ترتاح صغيرة مع الفيوب رجعين الأربعة وخمسين دقيقة علي في محل راديو مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية دور نهائي بين بليغ ومدام إنصاف إنصاف بليغ حاضرين نواصلوا مع نفس الفرق نواصل انساف نواصلوا مع نفس الفرق اي اكيد شركه انساف مع الشرسة بليغ مع الحكمه والقيدوم عبد الحميد سؤال بزور مره مباشره صابرين عبد الحميد السؤال يقول شنو هو اختصار بريتش برودكاستينج كوربوريشن بي بي سي جواب صحيح
انساف 30 ثانية سؤال على نقطة. السؤال يقول شنو اللون الحقيقي للحجر الأسود في الكعبة الشريفة؟ الاقتراحات رمادي أبيض ولا أسود؟ مدام انساف تعرفها ولي أبيض. أبيض جواب نهائي. أي. أبيض جواب صحيح. برافو برافو. هو الحجر الأسود هبط من الجنة أبيض، ويقولوا معناها فما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه السود من خطايا بنو آدم، دونك على ذكاء ولا لونه أسود. يلا بزور مرة أخرى عبد الحميد. صابرين عندك نقطة. السؤال يقول له هو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. الوقت. الوقت وما أدراك ما الوقت. صحيح. أنت ما فهمتش. خسارة 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 فرقك يا جارة. عبد الحميد بليغ 30 ثانية سؤال على نقطة. ما عادش عندي برشا توقيت السؤال. المدينة العربية كلت لنا وقتنا يا عبد الحميد. غالي لازم نعملوا اميسيون وياك. خرف خرف خرف. يلا عبد الحميد بليغ. السؤال يقول شكون الملقبين بغجر البحار؟ الاقتراحات القراصنة الباجاو والا الدومر. عندك فكرة صديقي ولا ما عندكش؟ نمشي مباشرة نجاوب والسلام بالعافية. اي 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 انا ما عنديش حتى فكرة. هكا وارتحنا. الباجاوا، الباجاوا هذوما قبائل، قبيلة ولا مجموعة قبائل اندونيسية يعيشوا على ظهر المالح، معناها يعيشوا في الـ في الـ في الفليك نتاعهم، وعندهم عبقرية كبيرة ياسر في الغطس تحت الماء به. وكانوا ما يخرجوا لليابسة كان باش يعملوا تروك، معناها يخرجوا المقايدة السمك، سلعة مقابل سلعة، هذيك التروك حبال. صحيح. نعطيك القمح تعطيني السمك، هذيك هي المقايدة. به الملقبين بغجر البحار بين القراصنة الباجاوة وإلا الدومر. اخترتوا الباجاوة. جواب صحيح. برافو. بليغ مخلي الكلمة لعبد الحميد. انت يا مسيب له الضمان. كبيرنا واسئلة تاريخية به. كبيرنا واسئلة تاريخية به. السؤال اللي بشوف سل المباراة عبد الحميد صابرين. السؤال يقول غدوة مشتقة من اي كلمة؟ غد غد غدا. صحيح. برافو صابرين. انصاف آية لانساف. حاضرة حاضرة. 30 ثانية 1000 دينار صديقتي. السؤال يقول أنا هي الدولة الوحيدة في العالم اللي شعبها ما يلتزمش بالمواعيد وما يعترفش بالوقت. الاقتراحات جورجيا باكستان ولا غانا؟ عندك فكرة مدام انساف؟ حقيقة ما عندي فكرة. حطيني ما نصور جورجيا باكستان ولا غانا. نتصور في 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 افريقيا يعني. غانا زعما نتصور يعني. باكستان ما في بليش عندهم نحكي دي. غانا ما عنديش عليها فكره دونك بار اليمناسيون نختار غانا الاقرب. جواب نهائي غانا. اي جواب نهائي غانا. هي الدوله الوحيده في العالم اللي شعبها ما يلتزمش بالمواعيد وما يعترفش بالوقت. بين جورجيا باكستان غانا. جواب صحيح. غانا مبروك عليك. 1000 دينار من هديه وصلت تونس. مبروك عليك مدام انساف بليغ. مبروك عليك بوندا شاقيم تو 100 دينار من هدية اتصالات تونس. الفايز معنا في ديجيتال في الويكاند سامية مديني من بيجا. مبروك عليك 3000 دينار من هدية اتصالات تونس. مرسي بوكو صابرين. مرسي بوكو عبد الحميد. بعد شوية ملاك في احوال الطقس محمد خماسي في الدوامة بلوس. نشكر باك اوفيس الكل عزة زهرة ياسمين ايمان ايهاب. تحية كبيرة لكم. نتلقاو غدوة ان شاء الله في نفس توقيت رقصي منس كل. باي باي يعني.